بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. وإنه لا يسعدني ويشرفني أن أشرح لكم ألفية ابن مالك رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل الذي انتفع العلماء بعلمه. يقول في ألفيته: قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه تسمى مقدمة الألفية. ابن مالك رحمة الله عليه بدأها بقوله: قال محمد هو ابن مالك. قال، معلوم أن قال فعل ماضي، وعبر عنه وأراد المستقبل، كان ينبغي أن يقول يقول، لكن الإتيان بالماضي وإرادة المستقبل وارد في كلام العرب. قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهو لم يأتي بعد. قال محمد، وهو اسم ابن مالك، اسمه قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى، بعد أن حمد الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على آله المستكملين الشرفا، واستعان بالله عز وجل في نظم هذه الألفية. قال: وأستعين الله في ألفية. وفي هنا حرف جر ضمن معنى على، يعني أستعين الله على نظم هذه الألفية. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، يعني تحوي كل مقاصد النحو. تقرب الأقصى، أي اللفظ البعيد، بلفظ موجز يعني قريب. وتبسط البذل، أي العطاء، بوعد منجز، يعني صادق في وعده. وتقتضي رضا بغير سخط، هذه الألفية تقتضي من قارئها أن يقبلها برضا ولا يسخط على مؤلفها ابن مالك رحمة الله عليه. ثم بين فضل ألفيته فقال: فائقة ألفية ابن معطي، يعني هذه الألفية تفوق ألفية شيخه وأستاذه ابن معطي، ومع ذلك لم ينس فضل أستاذه عليه. فقال: وهو، أي ابن معطي، بسبق، لأنه سبقه، حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة. هكذا يعرف العلماء قدرهم، فالتلميذ ينبغي أن يبجل وأن يكرم أستاذه. يقول: وهو، أي ابن معطي، بسبق، لأنه سبقني في التأليف وفي الحياة وفي العلم، حائز تفضيلا، مستوجب، يعني وجب علي أن أثني عليه الجميل، والله يقضي بهبات، بعطايا وافرة لي وله في درجات الآخرة، يدعو لنفسه ويدعو لشيخه، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. إلى هنا انتهت مقدمة ألفية ابن مالك، نقولها بصوت منخفض، ثم بعد ذلك نشرح في أول بيت من أبيات الألفية. قولوا معي: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا،
وأستعين الله في ألفية، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، فائقة وهو بسبق حائز تفضيلا، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة، والله يقضي بهبات وافرة، لي وله في درجات الآخرة، لي وله في درجات الآخرة. الآن نشرح إن شاء الله أول بيت من أبيات الألفية. يقول العلامة بمالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا يعني الكلام عند النحاة لفظ مفيد، يعني لابد أن يشترط فيه شيئان: اللفظ مع الإفادة. أقول مثلا: زيد ناجح، أو نجح زيد، هذا كلام مفيد. فيقول كلامنا يعني الكلام عند النحاة وليس عند البلاغيين لفظ مفيد، وهو بهذا يريد أن يستثني الإشارة أو الرمز، فلا يسمى كلاما عند النحاة. قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إشارة، فالرمز والإشارة لا تسمى عندنا كلاما. قال الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا. هل هذا يسمى كلام عند النحاة؟ لا يسمى كلام. يعني إذن الإشارة أو اللمز هذا لا يسمى كلام، لكن الكلام يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم، قد يظن ظان منكم أن هذه كلمة واحدة، هي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل مستتر تقديره أنت، فهذا يسمى كلام عند النحاة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. والكلم اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. أقول كلم والمفرد كلمة، وعنب والمفرد عنبة، وتمر والمفرد تمرة. فاسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده إيه؟ بالتاء. أما اسم الجمع ليس له مفرد، مثلا كلمة نساء ليس لها مفرد من لفظها. مثلا كلمة أولو بمعنى أصحاب ليس لها مفرد، هذا اسم جمع. عرفنا اسم الجمع؟ يبقى الكلمة مفردة وفي عندنا مثنى وجمع. الجمع ثلاثة كما سوف نعرف إن شاء الله فيما بعد: في جمع مذكر سالم مثل المؤمنون، جمع مؤنث سالم مثل مسلمات، وفي جمع تكسير. جمع التكسير هو الذي تتغير صورة المفرد معه في الجمع مثل رجل ورجال. أما اسم الجمع ليس له مفرد، كما قلت مثل كلمة أولو بمعنى أصحاب، وأولاة الأحمال بمعنى صاحبات الحمل. أما اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن الكلم بينقسم إلى كم قسم؟ اسم وفعل وحرف. واحده أي واحد الكلم كلمة، والكلمة فيها لغات ثلاثة ذكر منها في هذا البيت لغتين: كلمة وكلمة بكسر الكاف، لكن هذه اللغة
هي الواردة في القرآن الكريم، كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن واحد الكلم كلمة، والقول عم، أي القول يعم الجميع، يعم الكلمة مثل محمد أو مسجد، ويعم الكلام مثل محمد ناجح، ويعم الكلم مثل إن قام محمد، هذا يسمى كلم. القول يعم الجميع، وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد بالكلمة كلام، كما نقول مثلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل كلا إنها كلمة، وهذا إشارة إلى ما قاله الكافر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله قال كلا إنها كلمة، إشارة إلى هذا الكلام الذي قاله الكافر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله قال كلا إنها إيه؟ يعني سمى هذا الكلام كلمة. هذا معنى كلام المؤلف، وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كلمة، وهذا معنى كلام المؤلف رحمة الله عليه. وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد، يعني قد يقصد بالكلمة كلاما، وهذا وارد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ملخص هذين البيتين، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. رد ورايا كده، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ابن مالك بعد ذلك قال رحمة الله عليه، قال بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت، ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. في البيت الأول ذكر علامات الاسم، وقال إن الاسم يتميز بخمس علامات، العلامة الأولى هي الجر، والثانية هي التنوين، والثالثة هي النداء، والرابعة هي دخول ال، والخامسة والأخيرة هي الإسناد. نأتي للعلامة الأولى، العلامة الأولى هي علامة الجر. اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، لفظ الجلالة اسم مجرور، العامل حرف الجر، من الشيطان من حرف جر مبني على السكون، الشيطان اسم مجرور بمن علامة الجر الكسرة الظاهرة، الرجيم صفة للشيطان، والصفة تتبع الموصوف. فالاسم قد يجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. فمثلا إذا قلت حضر مدرس النحو، مدرس النحو، النحو جرد بالإضافة، يعني أضفنا مدرس إلى النحو، الكلمة كانت مدرس، عندما حذف التنوين أضيفت الكلمة إلى ما بعدها، فالمضاف إليه مجرور بالإضافة، يعني المضاف هو الذي جر المضاف إليه. وقد يجر الاسم بالتبعية ككلمة الرجيم في الاستعاذة، فإنها صفة للشيطان، وقد يجر بالحرف مثل الباء الداخلة على لفظ الجلالة أو من الداخلة على الشيطان. والجميع اجتمع في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله
الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، اسم جر بالباء، لفظ الجلالة جر بالإضافة، والرحمن الرحيم مجروران بالتبعية يعني الصفة، لأن الصفة تتبع الموصوف. قال ابن مالك في ألفيته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذن أول علامة من علامات الأسماء هي إيه؟ هي الجر. والجر قد يكون بالحرف، وقد يكون بالإضافة، وقد يكون بإيه؟ بالتبعية. يعني إذا قلت هذا كتاب نحوي يبقى مجوب بالإيه؟ بالإضافة. أقول سلمت على الأستاذ مجوب بالحرف، سلمت على الأستاذ الصالحي يبقى مجوب بالإيه؟ بالتبعية. هذا معنى العلامة الأولى هو بالجر. والتنوين، التنوين هي العلامة الثانية من علامات الأسماء. ما هو التنوين؟ هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. اسمع إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله، صلوا عليه، محمد رسول الله، محمد أهدي نون ساكنة محمد. التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، يعني لا تكتب نون ساكنة وإنما تنطق فقط. في حالة الرفع نضع ضمتين، في حالة النصب نضع فتحتين، في حالة الجر نضع كسرتين. هذا هو التنوين. التنوين هذا ينقسم معنا إلى أربعة أقسام. النوع الأول تنوين تمكين، وهو الذي يدخل الأسماء المعربة مثل كلمة رجل وكلمة محمد، وسمي تمكينا لأنه تمكن في باب الاسمية، فلا يشبه الحروف فيبنى ولا يشبه الأفعال فيمنع من الصرف، وهذا إن شاء الله سوف يأتي معنا في الألفية إن شاء الله. هذا اسمه تنوين تمكين. أقول هذا رجل، هذا محمد، هذا مدرس، هذا مسجد، هذا اسم تنوين تمكين. النوع الثاني تنوين تنكير، وهو الذي يدخل بعض الأسماء المبنية لكي يفرق بين النكرة والمعرفة. الاسم كما سوف نعرف ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. الاسم المعرب هو الذي يتغير شكل آخره. قال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، بصلوا عليه. إذن كلمة محمد مرة مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مجهولة. الكلمة التي يتغير شكل آخرها تسمى معربة، تسمى إيه؟ والذي تثبت على حالة واحدة تسمى مبنية. يعني مثلا هؤلاء بناتي، هؤلاء إي، اسم إشارة مبني على الكسر، لا يصح أن أقول هؤلاء أو هؤلاء آ، لا يجوز. فالاسم المبني هو الذي يلزم حالة واحدة يعني لا يتغير. هل فهمتم الفرق بين المعرب والمبني؟ طيب، إذن تنوين التنكير هو الذي يلحق بعض الأسماء المبنية، يعني الذي انتهت بكلمة وي، سيب ويه، أو كلمة صه بمعنى أسكت، أو كلمة أف بمعنى أتوجع أو أتضجر. سيبويه كما تعرفون هو إمام النحاة بلا منازع، لكن أخانا هذا من حبه لسيبويه سمى ابنه سيبويه، فأصبح يوجد عندنا كم سيبويه؟ رجل عالم معروف للناس أجمعين، ورجل لا يعرفه أحد من الناس إلا طبعا والديه والأقربين إليه. فإذا يوجد عندنا سيبويه معرفة وسيبويه إيه؟ كيف نفرق بينهما؟ بالتنوين. فإذا قلت حضر سيبويه ومعه سيبويه، إذا التنوين ده يبقى يصير اسم نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ومن غير تنوين يصير معرفة. هل عرفتم الفرق؟ طيب، ولا تقل لهما أف، مش دي آية في القرآن؟ القرآن لم يقل ولا تقل لهما أفي. أفي اسم فعل مضارع بمعنى
أتوجع أو أتضجر. أفن، ما الفرق بين أفي وأفن؟ وما الفرق بين صهي وصهن؟ إذا قلت لصاحبك صهي يعني أسكت عن هذا الحديث الذي تتكلم فيه، لكن إذا قلت له صهن بالتنكير يعني أسكت سكوتا تاما مطلقا، يعني لا تتكلم بأي كلمة. ولا تقل لهما أفن، لو قال القرآن ولا تقل لهما أفي يعني لا تتضجر من موقف معين، لكن عندما قال ولا تقل لهما أفن يعنيها إيه؟ عن جميع التأفف في أي وقت. هذا هو الفرق، ده يسمى عندنا تنوين تنكير، يلحق بعض الأسماء المبنية لكي يفرق بين النكرة والمعرفة. نأتي بعد ذلك إلى تنوين اسمه تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهو الذي يدخل جمع المؤنث السالم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. دائما التنوين الذي يدخل جمع المؤنث السالم يقابل النون في جمع المذكر مسلمون، هذه النون هي عوض عن التنوين في المفرد مسلم. فالتنوين الذي يدخل جمع المؤنث يقابل النون في جمع المذكر يسمى تنوين مقابلة. يعني مثلا هنا يوجد طلاب وطالبات، لو أنني أعطيت هدية للطلاب، الطالبات يقولن لي أعطنا ما يقابل ذلك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سمعين؟ يبقى كما أتينا بنون في جمع المذكر السالم هي عوض عن التنوين في المفرد، نأتي بتنوين في جمع المؤنث يسمى تنوين مقابلة، يعني يقابل النون في جمع المذكر. إذن كم ذكرنا كم تنوين؟ تنوين تمكين وتنكير ومقابلة. آخر نوع من أنواع التنوين هو تنوين العوض. تنوين إيه يا أولادي؟ العوض قد يكون عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة. لو قال واحد منكم حضر قاض أصلها قاضي، أصلها كذا قاضي، الياء ساكنة كما نشاهد، وهذا الاسم ينبغي أن ينون لأن التنوين علامة من علامات الأسماء. فعندما يأتي التنوين عبارة عن نون ساكنة والياء ساكنة، فالتقى لما التقى ساكنا حذفت الياء وجاء بالتنوين، وهذا يسمى تنوين عوض عن حرف، مثل جوار وغواش وقاض وداع، هذا يسمى تنوين عوض عن حرف. أما عوض عن كلمة وكل أتوه داخرين، كل التنوين داخل في كلمة كل عوض عن حرف. قال تعالى وكل إنسان، كل وكل إنسان حذفت إنسان جيد وكل. لو قلت لكم مثلا كل طالب ناجح، كل طالب، وفي الأسلوب الثاني أقول كل نجح، يبقى كل التنوين الموجود فيها عوض عن كلمة، عوض عن عن كلمة، وقد يكون عوض عن جملة. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ إذن يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم، هذه جملة فعلية، بلغ فعل ماضي، التاء تاء التأنيث، الروح فاعل والحلقوم مفعول به، هذه الجملة كلها حذفت وعوض عنها بالتنوين. إذن التنوين العوض ينقسم إلى كم قسم؟ عوض عن حرف وعن كلمة وعن جملة. ابن مالك رحمة الله عليه أطلق قال بالجر والتنوين، والتنوين يشمل كم تنوين؟ أربعة. تنوين تنوين تمكين وتنكير ومقابلة وعوض. هل أنتم فاهمون؟ طيب، والندى، هذه هي العلامة الثالثة من علامات الأسماء. اسمع، يا نوح اهبط بسلام، يا نوح اهبط، يا نوح، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فالنداء الذي ينادى هو الأسماء ولا تنادى الأفعال، لا نقول مثلا يا كتب، يا نجح، يا جلس،
الأفعال لا تنادى، وإنما الذي ينادى هو إيه؟ الأسماء. قد يقول واحد منكم فما بالك في قول الله سبحانه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني، إذا كانت هذه يا النداء، فكيف ينادي الإنسان حرف التمني؟ أقول يا ليت، يا إذا دخلت على ليت فليست حرف نداء وإنما هي حرف تنبيه، يعني أنت تنبه السامع، تقول يا يعني انتبه انتبه، وانتبه يقول ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا اعتبرتها حرف نداء فالمنادى محذوف، يعني يا هؤلاء، لكن الأصح فيها أنها حرف تنبيه، حرف إيه وليست حرف نداء. إذن يا النداء تدخل على الأسماء، ونجد أسماء كثيرة ناداها الله سبحانه وتعالى في قرآنه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط إن رسل ربك. فنجد أسماء كثيرة نوديت. إذن العلامة الثالثة من علامات الأسماء هي إيه؟ العلامة الرابعة هي دخول أل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد، أل هذه اللي هي الألف واللام تدخل على أسماء فقط. أقول العصا، الكتاب، المسجد، الطالب، الأستاذ، فأل هذه تدخل على الأسماء ولكن لا تدخل على الأفعال. لا نقول أل كتب، أل جلس، هذا لا يجوز. هذه العلامة الرابعة من علامات الأسماء. العلامة الأخيرة هي الإسناد. ومسند، أقول مثلا نجح محمد، نجح فعل مسند ومحمد مسند إليه. تحدثنا عن محمد بالنجاح، أخبرنا عنه بالنجاح، فهذا يسمى إسناد، يعني أسندنا الفعل إلى الفاعل، لكن لا يسند فعل إلى فعل. لا نقول مثلا نجح قام، نجح كتب، هذا لا يجوز، لكن الفعل يسند إلى الفاعل ويخبر عن، يعني يخبر عن الفاعل بأنه نجح أو قام أو جلس أو دخل، هذا هو الإسناد. ابن هشام يقول في كتابه شرح شذور الذهب وكتاب أيضا قطر الندى، يقول هذه العلامة أنفع العلامة للإسم. لماذا؟ لأنك إذا قلت سمعت أو قمت أو قعدت، سمع فعل ماض مبني على السكون، هذه التاء فاعل وهي اسم، كيف تكون اسما وهي لا تقبل الجر ولا التنوين ولا النداء ولا دخول أل؟ يعني لا نقول ألت ولا سلمت على تي ولا تن ولا ياتو، لا تقبل إلا الإسناد. الإسناد يعني أسندنا الفعل إليها، هذه أنفع، ودي علامة معنوية. لكن كل العلامات التي سبقت علامة لفظية، لكن هذه علامة معنوية. يعني تحدثت عن زيد بالقيام، تحدثت عنه بالنجاح، تحدثت عنه بالجلوس، جلس زيد، قام زيد، خرج زيد، كل هذا يسمى إسناد. لكن لا تقول خرج قام، هذا لا يجوز. ابن مالك رحمة الله عليه قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز الاسم عن الفعل بكم علامة؟ بالجر والتنوين والندى وأل والإسناد. قل وراء البيت مرة ثانية: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. انتقل بعد ذلك إلى الأشياء التي تميز الفعل. قال بتا فعلت، بتا فعلت، فعلت يجوز فيها فعلت وفعلتي وفعلت، لأن تاء الفاعل أقسامها ثلاثة: إن كانت مضمومة فهي للمتكلم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت، قلت يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أأنت قلت يا زينب هل قلت شيئا عني، هذه تسمى متكلم، تاء متكلم، وهذه تاء مخاطب، وهذه تاء مخاطبة. الثلاثة تسمى تاء فاعل، فتاء الفاعل تدخل على الأفعال فقط،
اسمع لقول سيدنا نوح كما أخبر الله عنه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قلت يعني يتكلم عن نفسه. لكن نجد بعض الخطباء أو الوعاظ الذين لا يفرقون بين تاء المتكلم وتاء المخاطب، فيقول مثلا على سبيل المثال الحصر، يذكر الحديث يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهي أصوبها إيه؟ حرمت. تو تاء متكلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه. لكن هذا الإنسان نظر لجهله باللغة العربية التبس عليه الأمر فخلط بين تاء المتكلم وتاء المخاطب. ولذلك نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. دي اسمها تاء إيه؟ مخاطب. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيه؟ نصفين، ولعبدي ما سأل. فأنت تخاطب الله تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، يعني أنت أنعمت يا ربي عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إذن تاء الفاعل أقسمها كام؟ تو تا تي، تو متكلم، تا مخاطب، تي مخاطبة، بتا فعلت، وأتت. أتت إشارة إلى تاء التأنيث، مثل قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قالت، قالت، هذه تسمى تاء التأنيث الساكنة، وهي تدخل على الأفعال. أما المتحركة تدخل على الأسماء، مثل كلمة عائشة. إذن تاء التأنيث الساكنة مختصة بالدخول على الأفعال. ويا افعلي، افعلي تسمى ياء المخاطبة، يعني خطاب لأنثى. يا مريم، نعم يا ربي، اقنتي لربك واسجدي واركعي، هذه اسمها ياء المخاطبة. ويا المخاطبة يا أحباب تدخل فعلين فقط، تدخل المضارع وتدخل الأمر. أمر: كلي واشربي وقري عينا، اقنتي لربك واسجدي واركعي، وتدخل وتدخل المضارع. أقول: أنت تأكلين، وأنت تذاكرين، وأنت تفهمين. أما تاء التأنيث فهي مختصة بالدخول على الماضي فقط، قالت. وكذلك تاء الفاعل تدخل على الماضي فقط. إذن العلامة الثالثة هي ياء المخاطبة اللي أشار إليها بقوله ياء افعلي. نون أقبلن يقصد نون التوكيد، وهي قسمان: خفيفة وثقيلة، مشددة يعني. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن وليكونن، هذه اسمها نون توكيد ثقيلة أو مشددة، وهذه خفيفة. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده سيدنا إبراهيم: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أكيدن، هذه نون توكيد مشددة، معناها إيه؟ معناها أنه عزم عزما أكيدا على تحطيم الأصنام. امرأة العزيز عندما قالت للنسوة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، بلت تهدده لأنه لم يسمع كلامه، فقال: ولئن لم يفعل ما أمره، شوف تهديده، ليسجنن، يعني معناها عزمت عزما أكيدا على إيه؟ على سجنه لا محالة، صح ولا؟ ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. ثم قالت: وليكونن، يكونن بنون توكيد إيه؟ خفيف، لأنها يعني ليست عازمة عزم أكيد على هذا الفعل، لأنها لا تريد أن يهان في السجن، كل ما تريده أن يسجن فقط ويحرم من حياة القصور ويكون في مكان بعيد عن هذا النعيم حتى يرجع عن هذا الذي في رأسه. إذن الفعل من علاماته أنه تتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة. في قول الله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي ها لنسفعا، شوف تجد نون التوكيد الخفيفة ساكنة، لكن نون التوكيد المثقلة أو المشددة يعني عليها شدة وفتحة. إذن ابن مالك يقول: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، ينجلي الفعل ويظهر بكم علامة؟
بتاء فعلت يعني تاء الفاعل، زي قلت، وأتت يعني تاء التأنيث، قالت، ويا افعلي يا المخاطبة قولي، ونون أقبلن نون التوكيد لأقولن. هل عرفنا بيت؟ قولوا ولا البيت كمان مرة. بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. انتقل بعد ذلك إلى الحرف، فقال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما، نحن قسمنا الكلمة إلى كم قسم؟ اسم وفعل وحرف، وتحدثنا عن علامات الاسم، وكم علامة الاسم؟ خمسة، الجر والتنوين والنداء وال والإسناد. وكم علامة الفعل؟ أربعة، تاء التأنيث وتاء الفاعل وياء المخاطبة ونون التوكيد. يقول سواهما الحرف، يعني أن الحرف لا يقبل أي علامة من علامات الأسماء ولا أي علامة من علامات الأفعال، الحرف. ولذلك يقول علام الحريري والحرف ما ليست له علامة، فقف على قولي تكن علامة، يعني كثير العلم. لماذا أتى ابن مالك رحمة الله عليه بثلاثة أحرف، بهل وأتى بفي وأتى بلم؟ الحروف كثيرة، من، عن، في، إلى، على، الباء، الكاف، الحروف كثيرة جدا. فلماذا خص ابن هشام هذه الحروف، ابن مالك، وأتى بألفيته بهذه الحروف الثلاثة؟ هو يريد أن يشير ويقول إن هل حرف مشترك بين الأفعال وبين الأسماء، فهل أنتم شاكرون؟ أقول هل حضر محمد، هل محمد حاضر، يعني هل تدخل على الأسماء وتدخل على إيه؟ على الأفعال. هل شرح الأستاذ الدرس، هل الأستاذ شارح الدرس، يعني هل حرف مشترك. أما في فهو حرف مختص بالأسماء فقط، قال تعالى وفي السماء رزقكم، وفي السماء. ولم حرف مختص بالأفعال، مثل قول الله سبحانه لم يلد ولم يولد. أما هذه مختصة بالأسماء، وفي السماء رزقكم. فهذا الذي أتى به لم يأتي به من فراغ، وإنما يريد أن يبين لطالب العلم أن الحروف تنقسم إلى كم قسم. هناك حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال كهل، وهناك حروف مختصة بالأسماء فقط مثل في، وهناك حروف مختصة بالأفعال مثل إيه؟ لم. هذا معنى كلام ابن مالك سواهما الحرف كهل وفي ولم. ثم بعد ذلك انتقل إلى أول نوع من أنواع الأفعال وهو المضارع، وهذا عجيب. العلماء أو النحاة يقسمون الأفعال إلى إيه؟ ماضي ومضارع وأمر. ابن مالك بدأ بإيه؟ بالمضارع، قال فعل مضارع. فسألناه لماذا بدأت بالمضارع، والنحاة عادة يبدأون الأفعال بالماضي، صح ولا لا؟ ثم يثنون بالمضارع ثم يثلثون بالأمر. أقول كتب، يكتب، أكتب، لكنه بدأ بالإيه؟ بالمضارع. قال فعل مضارع يلي لم. الأفعال ثلاثة، ماض مثل كتب، مضارع مثل يكتب، أمر مثل أكتب. كما قلت ابن مالك بدأ بالإيه؟ وهذه البداية لها حكمة. لماذا؟ لأن المضارع سمي مضارعا لأن المضارعة في اللغة معناها المشابهة، فالمضارع هو الوحيد من الأفعال الذي يشبه الأسماء، فاستحق الصدارة. كيف ذلك؟ اسمع إلى كلمة ضارب
وكلمة يضرب. وانظر أخي الكريم إلى هاتين الكلمتين، تجد بينهما شبه لفظي ضارب في الحركات والسكنات، تشبه تماما إيه؟ يضرب. سمعين ولا؟ يبقى ضارب تشبه إيه؟ وهذا يسمى شبه لفظي. شبه إيه؟ لفظي. إذن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات، هذا يسمى شبه لفظي. يعني مثلا التوأمان حسام وإبراهيم اللاعبان المشهوران في كرة القدم، هل تعرفونهما؟ طيب، بينما شبه لفظي يعني إذا نظرت إلى أحدهما كأنك تنظر إلى الآخر، صح ولا لا؟ ده اسمه شبه إيه؟ يودرود انتهو؟ شبه إيه؟ لفظي. وهناك شبه معنوي، إذا سألت أحدهما ماذا تعمل يقول أنا ألعب في النادي الفلاني، والآخر يقول في نفس النادي مع أخي، صح ولا لا؟ كذلك الفعل ده، هذا الفعل المضارع له كم زمن؟ يود ما لا بعمل كده رد يا لا، مش دول ثلاثة ولا اثنين؟ يبقى المضارع له زمن الحال وله زمن المستقبل، صح ولا لا؟ الأستاذ يضرب الولد الآن، يضربه غدا. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء يعني في الايه؟ في المستقبل. كذلك المضارع اسم الفاعل له زمنان، الأستاذ ضارب اللص غدا، ضاربه الآن. يبقى هناك شبه بينهم ايه؟ لفظي وايه؟ ومعنوي. هل فهمتم؟ يبقى بدأ بالمضارع لأن المضارع معناها الايه؟ المشابهة، والمضارع أشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات وفي المعنى. هل فهمتم ولدي؟ والوحيد من الأفعال الذي يعرب هو المضارع، لكن الماضي دائما مبني والأمر دائما مبني، وسوف نعرف أحوال بنائه بعد قليل إن شاء الله. لكن نريد للألفية فعل مضارع يلي لم. يقول لك يا طالب العلم انتبه، العلامة التي تميز المضارع أن يقع بعد لم. أي كلمة تقبل لم قل عليها فعل إيه؟ مضارع. الأستاذ يشرح الدرس تقول لم يشرح، يكتب الدرس لم يكتب. فهمت ولا لا؟ لكن إذا أردت أن تأتي بلم وتدخل على الماضي لا يقبلها. لا أقول لم شرح، لم جلس، هل يصح؟ إذا علامة المضارع يقبل إيه؟ لم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل كلمة تقبل لم تبقى فعل إيه؟ مضارع. هذا معنى كلام ابن مالك فعل مضارع يلي لم كيشم. ولماذا أتى بالفعل يشم؟ فقط لكي يكون متسقا مع الإيه؟ مع في القاف يعني. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، أقول لم يشم. إذا عرفنا هذا الكلام يا أولادي؟ قولوا ما رأي البيت هو. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. اسمع لبقية الأبيات، وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر، إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل هو اسم نحو صه وحي هل. ها؟ فيه محل فيه صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قسمنا الأفعال إلى كم يا أولادي؟ ماضي ها ومضارع وأمر.
الفعل الماضي مثل كلمة قال، قال الله إني معكم، والله يقول الحق، يقول، قل آمنت بالله، قل، هذا فعل ماضي، هذا مضارع، هذا أمر. نريد أن نميز العلامة للمضارع والماضي والأمر. علامة المضارع يقبل لم، أقول فلان لم يقل. علامة الماضي يقبل تاء التأنيث، قالت أو قلت، يقبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل، هذه تاء تأنيث، تاء تأنيث، وهذه تاء فاعل. الأمر له علامتان: الدلالة على الطلب وقبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة. الطلب، إيه الطلب؟ قل، هذا طلب. سبح، طلب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا طلب. وفي نفس الأمر يقبل، في نفس الوقت يقبل ياء المخاطبة، أقول يا فلانة سبحي، قولي، اقرأي. وممكن يقبل النون، اقرأن الدرس، ذاكرن الدرس، اجتهدن في عملك، اجتهد، أقول اجتهدن. إذن ابن مالك في البيت الأول عرف علامة المضارع، قال فعل مضارع يلي لم، يعني العلامة التي تميزه عن أخويه هي قبول إيه؟ لم. ثم قال وماضي الأفعال بالتاء مز، مز يعني ميز الماضي بقبول بقبوله التاء، والتاء تشمل كم تاء عندنا؟ إما تاء التأنيث وإما تاء بس، ولا توجد خلاص تاء فاعل أو تاء تأنيث. وتاء الفعل أقسمها كام؟ متكلم ومخاطب ومخاطبة، قلت، قلت، قلتي. وتاء التأنيث قالت. إذن الفعل الماضي يقبل إحدى التاءين، تاء التأنيث أو تاء الفاعل. قال، أقول قالت. جلس، أقول فلانة جلست. نجح، أقول فلانة نجحت. هذا هو علامة الماضي. والأمر كما قلت له علامتان: الدلالة على الطلب، قل، قولي، ويقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد. هل فهمتم العلامات؟ طيب، نحن نسير مع الألفية يا أولادي. وماضي الأفعال بالتاء مز، يعني ميزه بقبوله للتاء، والتاء عممها، قلب التاء، يعني يقصد تاء التأنيث أو تاء الفاعل. وسم، من السمة يعني العلامة، سم بالنون فعل الأمر، يعني هذه علامة فعل الأمر أن تتصل به نون التوكيد. إن أمر فهم، يعني إن دل على الطلب، يا ولد اجتهد، اجتهدن في عملك. إذن علامة الأمر كم يا أولادي؟ الدلالة على الطلب وقبول نون التوكيد. هل فهمتم؟ يبقى الأمر له كم علامة؟ عند ابن مالك في ألفيته علامتان: الطلب وقبول نون التوكيد. عند ابن هشام علامتان: الطلب وقبول ياء المخاطبة. أسجد، أقول أسجدي، اركع، أقول اركعي. لكن ابن مالك هنا اختار الطلب مع قبول إيه؟ نون التوكيد. وسم بالنون فعل الأمر، علم فعل الأمر بقبوله نون التوكيد. إن أمر فهم، يعني إن فهم من الكلام أمر، اجتهد، أقول اجتهدن. هل أنتم فاهمون؟ طيب، والأمر إن لم يكن النون محل فيه، يعني أحيانا الكلمة تدل على الأمر لكن لا تقبل نون التوكيد أبدا، مثل صه، هل يصح أن أقول صهنا؟ صه يعني أسكت، أسكت، ممكن أقول يا ولد أسكتن، لكن لا أقول صهنا، صح ولا لا؟ الفرق بين صه وبين أسكت، أسكت فعل أمر، لكن صه اسم فعل أمر. فهمت ولا لا؟ كما أن الأفعال ثلاثة، أسماء الأفعال ثلاثة، الأفعال كام يا ولدي؟ ماضي ومضارع وأمر. الماضي علامته أن يقبل تاء التأنيث، وهناك اسم فعل ماضي
لا يقبل تاء التأنيث، لكنه فعل ماضي مثل هيهات بمعنى بعد، لا تقبل تاء التأنيث، لا أقول هيهاتت لا يصح، فنسميه اسم فعل ماضي. هيهات بمعنى بعد، شتان بمعنى افترق. طيب عندنا اسم فعل مضارع، أف يعني أتوجع، آه يعني أتوجع، وي يعني أعجب. هل أستطيع أن أقول لم وي يصح؟ أنا قلت لكم إن علامة المضارع أن يقبل إيه؟ لم، فلا يصح أن أقول لم وي، لم أف. ينفع أقول لم أف؟ فأف معناها أتضجر أو أتوجع. أتوجع تقبل لم، أقول لم أتوجع، لكن لا أستطيع أن أقول لم أف، فنسميها اسم فعل مضارع. وهناك اسم فعل أمر، صح أسكت، مه يعني أكفف، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، إليكم نشرة الأخبار يعني خذوا نشرة الأخبار، هذه تسمى أسماء اسم فعل أمر. يبقى ابن مالك يقول والأمر، يقول لك انتبه، إن لم يكن النون محل فيه يعني إذا لم يقبل نون التوكيد هو اسم يعني اسم فعل أمر. ثم أتى بمثالين، نحو صه يعني أسكت، وحي هل يعني تعالى، حي على الصلاة يعني إيه؟ تعالى وأقبل إلى الصلاة. قولوا وراء البيتين يا أولاد، وماضي الأفعال بالتامز، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. إذا عرفنا الدرس الأول أن ابن مالك رحمة الله عليه قسم الكلمة إلى كم قسم؟ اسم وفعل وحرف، ثم بين العلامات التي يتميز بها الاسم، وقلنا كم علامة؟ الجر والتنوين ونداء وأل والإسناد. وأما الفعل يتميز بكم علامة؟ بتاء التأنيث وتاء الفاعل وياء المخاطبة ونون التوكيد، والحرف ليست له إيه؟ ثم بعد ذلك بدأ يقسم الفعل إلى كم قسم؟ ماضي ومضارع وأمر، وبدأ بالمضارع. لماذا؟ لأنه أشبه الاسم فاستحق الصدارة والزعامة على أخويه. فهمت ولا لا؟ وعرفنا علامة المضارع وعلامة الماضي وعلامة الإيه؟ الأمر. وقلنا الفعل إذا لم يقبل العلامة يسمى اسم فعل، فهي هاتا اسم فعل ماضي، وي اسم فعل مضارع، صح اسم فعل أمر. هل فهمتم؟ نشوف ابن مالك بيقول إيه في الألفية. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل، صح كده؟ عن الفعل بلا تأثر، صح كده ولا لا؟ بلا تأثر وكافتقار الصلة كده خلاص؟ ها؟ كده خلاص ولا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من الأفعال وانتقل بعد ذلك إلى الأسماء،
ثم يعود بعد ذلك إلى الأفعال مرة أخرى ويبين منها المعرب والمبني. يقول: والاسم منه معرب ومبني. يعني إذا الأسماء تنقسم إلى كم قسم؟ أسماء معربة وأسماء مبنية. وقلت لكم في بداية المحاضرة أن الأسماء المعربة هي التي يتغير إيه؟ شكل آخرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم تعرب عما في نفسها. تعرب يعني تفصح، ومعنى الأيم يعني التي سبق لها الزواج، مات زوجها أو طلقها تعرب، يعني لا بد أن تفصح. هل فهمتم؟ فالكلمة إذا تغير شكل آخرها، أقول: جاء مدرس، رأيت مدرسا، سلمت على مدرس، كل كلمة يتغير شكل آخرها تسمى إيه؟ معربة. كل كلمة لا يتغير شكل آخرها تسمى إيه؟ مبنية. يعني إن نحن، أهو ده ضمير مبني على الضم، هل نستطيع أن نقول نحن أو نحني؟ يبقى ضمير مبني، معنى مبني يعني تثبت على حالة واحدة لا تتغير. فابن مالك يقول: والاسم منه إيه؟ معرب ومبني. لماذا قدم المعرب؟ لأنه هو الأصل، قدم الأصل ثم أخر المبني اللي هو الفرع. يبقى الأصل في الأسماء الإعراب، سمعت ولا لا؟ طيب، والاسم منه معرب ومبني، عرفنا يعني إيه مبني؟ المبني هو الإيه؟ يلزم حالة واحدة لا يتغير. يعني كلمة هؤلاء إيه؟ الهمزة تحتها إيه؟ ينفع نقول هؤلاء أو هؤلاء أ؟ يبقى ده اسم مبني على الكسر، يعني لا يتغير أبدا بحال من الأحوال. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. اسمع إلى هذا حتى تعرف الكلمة كما قلت لكم. ها خذوا بالك، اسم ها وفعل وحرف. اسم مثل كلمة محمد أو رجل، فعل مثل كلمة كتب، حرف مثل كلمة إيه؟ في أو عن أو من. الأصل في الأسماء الإعراب، صح ولا لا؟ الأصل في الأسماء إيه؟ أقول حضر محمد، شاهدت محمدا، سلمت على محمد. طيب، فلا يبنى إلا إذا أشبه الحرف، لأن الحروف كلها مبنية. من حرف جر مبني على السكون، عن مبني على السكون، على مبني على السكون، إلى مبني على السكون، كل الحروف مبنية. فالاسم إذا أشبه الحرف بني. وسوف نعرف في هذين البيتين أنواع شبه الاسم بالحرف، سمعت ولا لا؟ والاسم إذا أشبه الفعل منع من الصرف، يعني التنوين، سمعت ولا لا؟ وإن شاء الله هنعرف ده في الممنوع من الصرف، يعني ممنوع منين؟ من التنوين. صلوا على الحبيب. لما أقول حضرت فاطمة، هل يصح أقول فاطمة؟ لا، فالعلم المؤنث يمنع من الصرف، يعني يمنع من التنوين. ليه؟ لأنه أشبه الفعل. في أي شيء أشبه الفعل؟ الفعل يا أولادي فيه علتان، يعني سببان. فيه كم سبب؟ أولا اسمع كده أهو، لما أقول مثلا كتب فيه سبب أو علة لفظية وعلة معنوية. كتب مشتقة من المصدر اللي هو الكتابة، يعني كتابة، خذ منها كتب، خذ منها يكتب، اكتب، كاتب، مكتوب. فالفعل مشتق، كما انك انت نفسك مأخوذ من والدك، مش الوالد هو الاصل، وانت مولود والوالد ده والد، صح ولا لا؟ طيب، فالفعل مشتق من الايه؟ من المصدر. المصدر، عارفين المصدر يعني؟ المصدر اللي هو التصريف الثالث، كتب يكتب كتابة، قام يقوم قيام، صام يصوم صيام، وكلم الله موسى ايه؟ اهو ده اسم مصدر، ده هو ده الاصل. تكليم ناخد منها كلم يكلم، انتوا فهمتوا ولا لا؟ طيب، اذا كتب مشتقة منين؟ من الكتابة، صح يا اولاد ولا لا؟ طيب، وكتب فيها علة معنوية، كتب تحتاج الى فاعل، مين اللي كتب؟ محمد، صح ولا لا؟ يبقى اذا الفعل فيه علتان، يعني سببان، علة لفظية يعني هو مشتق من الايه؟ من المصدر، وعلة معنوية يعني المحتاج ها الى الفاعل. طيب، عندنا فاطمة،
لماذا منعت من الصرف؟ على سبيل المثال يعني، لأنها أشبهت الفعل في أي شيء، يعني فيها سببان، فيها علتان، يعني سببان. نذكر السببان. أولا فاطمة مذكر ولا مؤنث؟ التأنيس فرع عن التذكير، لأن الله قال هو الذي خلقكم من نفس ثم جعل منها، يبقى من الأصل في الايه؟ المذكر، صح ولا لا؟ اسمعوا يا أولادي، قلت إن الكلمة تنقسم إلى كم قسم؟ اسم وفعل وحرف. الأصل في الأسماء الإعراب، معنى الإعراب يعني ايه؟ يتغير شكل آخره. الأفعال لا تنون، صح ولا لا؟ كتب لا نقول كتابون. الحروف دائما مبنية، يعني لا يتغير شكل آخرها. فالأسماء إذا أشبهت الحروف بنيت. وكيف يشبه الاسم الحرف؟ كيف؟ سيذكر ابن مالك رحمة الله عليه أنواع شبه الاسم بالحرف. أنا الآن أقدم فقط بس للبيتين. والأسماء إذا أشبهت الأفعال منعت من التنوين، أي من الصرف. فهمت ولا لا؟ طيب، أي فعل في الدنيا فيه علتان، يعني سببان، علة لفظية يعني مأخوذ من المصدر، وعلة معنوية يعني محتاج إلى الفاعل هو الاسم. هل فهمتم؟ فإذا وجد أي اسم الأسماء فيه علتان أو سببان فيشبه الفعل فيمنع من الصرف. مثلا عندنا فاطمة، لا أقول فاطمة. إبراهيم، لا أقول إبراهيم، أقول إبراهيم. لماذا؟ لأن وجد فيه علتان أو سببان فأشبه الفعل. نأتي إلى فاطمة، قلنا فيها علتان أي سببان، التأنيث فرع عن هذا، سبب أول. طيب فاطمة علم، والعلمية فرع عن التنكير. لما أقول جاءت فتاة، ما فتاة فتاة تشمل هذه وتشمل هذه وتشمل، لكن لما أقول جاءت فاطمة يبقى أصبحت معرفة، صح ولا لا؟ والتعريف فرع عن التنكير. سمعت ولا لا؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف، لكن نريد الآن فقط أن نبين. يقول ابن مالك والاسم منه معرب وإيه؟ لشبه من الحروف مدني، يعني قريب، يعني الاسم إذا أشبه الحرف شبها قريبا بني مثله، فتشبهوا إن لم تكونوا إيه؟ إن التشبه بالرجال فلاح. يعني أخونا هذا لو تزيى بزي أخيه لأشبهه، صح ولا لا؟ لو واحد فلاح عندنا في القرية وأخوه مثلا إمام مسجد، فوجد الناس يعظمونه ويجلونه، فذهب إلى حجرة أخيه وارتدى زي أخيه، الناس تفتكروا شيخ ولا صح ولا يبنى؟ يبقى الاسم إذا أشبه الحرف يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبنى. مفهوم ولا؟ متى تبنى الأسماء؟ طيب إيه أنواع شبه الحرف، شبه الاسم بالحرف؟ أهو أول شبهه، كالشبه الوضعي. كشبه يا أولادي؟ اسمع يا ابن، فقلت استغفروا ربكم، فقلت قال فعل ماض وتاء تاء ايه؟ تاء الفاعل دي ضمير، صح ولا؟ هذا الضمير وضع على كم حرف هجائي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه على حرف واحد. فهمت ولا؟ ده يسموه شبه وضعي. وعندنا حروف هجائية وضعت على حرف واحد، يعني مثلا والفجر، الواو دي حرف قسم، صح ولا لا؟ والتين، الواو حرف قسم. هذه الواو وضعت على كم حرف هجائي؟ سمعت ولا لا؟ فبينهما شبه وضعي، يعني دي اسم وربنا خلق على حرف واحد، وده حرف وربنا خلقه على حرف واحد، ده اسمه شبه ايه يا ولدي؟ وضع خلقي يعني. سمعت ولا لا؟ انظر الى ابراهيم وانظر الى حسام، سبحان الله، تقول ده زي ده، ده اسمه شبه وضعي. فهمت ولا لا؟ فطيب نا نا ربنا سمعنا، نادي اللي هتدل على الفاعلين وضعت على كم حرف؟ طب ما انت عندك حروف هجائية وضعت على حرفين، زي من وزي عن وزي في، صح ولا لا؟ ولذلك يقول ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي، ها جئتنا، جئت اسم ونا اسم، يبقى جئتنا فيها كم اسم؟ تاء وناء، تاء حرف واحد أشبهت الايه؟ الحرف الهجائي الواحد، زي الواو زي الباء زي الفاء زي الكاف. طيب وناء وضعت على كم حرف؟ فأشبهت الحروف اللي وضعت على حرفين مثل من أو في.
هذا يسمى شبه ايه؟ وضعي. طيب مثلا لما نقول نحن، الضمير ده وضع على كم حرف هجائي؟ طيب ما في عندك على، وضعت على كم حرف هجائي؟ هذا اسمه شبه وضعي. عرفت يا ولاد ولا؟ كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. والمعنوي في متى وفي هنا. سمعني يا ولاد ولا؟ والمعنوي في ايه؟ والمعنوي، الشبه المعنوي يعني الوظيفي، متى ده اسم استفهام، متى تسافر؟ سمعت ولا؟ متى تسافر؟ هنا بس اعملها الاستفهام. ممكن اجيب حرف استفهام اقول هل تسافر معي؟ يبقى متى اشبهت هل في الاستعمال. سمعت ولا؟ دي بتستعمل الاستفهام، وبرضو هل استعمل الاستفهام. سمعت ولا؟ والمعنوي في متى وفي هنا. هنا يقول عنها النحاة أشبهت معنى حرف لم يستعمل. ليه يا أولادي؟ لأن هنا اسم إشارة للمكان القريب، أقول هنا القاهرة، هنا بيتي. فهنا يقول أشبهت معنى حرف لم يستعمل، لم يستعمل يعني العرب لم تجعل له نظير من الحروف، لكن هنا اسم، اسم إشارة للمكان، أقول هنا، لكن أشبه حرف لم يستعمل. ثم انتقل. قلنا كم شبه يا أولادي؟ ها، شبه وضعي وشبه معنوي. كم شبه؟ شبه وضعي يعني خلقي، وشبه معنوي يعني استعمالي. فهمت ولا لا؟ نعم. ها، ما احنا قلنا هنا اسم إشارة للمكان، خلاص. اسم إشارة ده أقول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مثلا، أو في محل رفع خبر مقدم. هنا القاهرة، يعني القاهرة هنا يعني، فهنا اسم مبني. طب مبني ليه؟ لو أنه أشبه حرف، فين الحرف؟ العرب لم تضع له حرف يقابله. لكن متى؟ في أسماء تماثلها كثيرة، أقول هل، متى تسافر، هل تسافر، يعني متى تشبه حرف مستعمل وموجود فعلا في كلام العرب. لكن هنا تشبه حرف لم تستعمل له العرب إيه حرفا نظيرا. فهمت ولا لا؟ وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، خدوا بالكم للإيه، للموضوع ده. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، ده يسموه يا أولادي الشبه بالنيابة عن الفعل. الشبه بالنيابة إيه؟ الشبه بالنيابة عن الفعل. لما ليت، ليت مش دي حرف تمني؟ صح ولا لا؟ حرف تمني. الحرف ده نبع عن الفعل اللي هو أتمنى، يعني حذفت أتمنى وجبت مكانها إيه؟ ليت. حذفنا الفعل وجبنا مكانه ليت. حذفنا لعل، يعني أترجى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني أرجو، أرجو أن يحدث الله بعد ذلك إيه؟ حذفنا أرجو وجبنا إيه مكانها؟ لعل. يبقى الفعل أقصد الحرف نابع عن مين؟ عن الفعل، صح ولا لا؟ ليت حرف تمني نابع عن الفعل، الفعل أصلا أتمنى. سمعت ولا لا؟ يعني لما يجي القائل يقول ليتني كنت معهم، يعني أتمنى أن أكون معهم، فحذف أتمنى وجاب مكانها إيه؟ ليت. هذا معنى الحرف نابع عن مين؟ عن الفعل. مفهومة دي؟ طيب. وفي نفس الوقت يؤثر ولا يتأثر. ليت الشباب يعود يوما. الشباب اسم منصوب بليت، مين اللي نصب الشباب؟ يبقى هو أثر في غيره وهو لم يتأثر. يعني لم يتأثر، لم يدخل عليه حرف جر، أقول سلمت على ليتي مثلا أو إن ليتي، يعني ما يتأثرش. هو يؤثر ولا يتأثر. فهمت ولا لا؟ يبقى عندنا الحرف ينوب عن الفعل بدون تأثر، بدون إيه؟ يعني بدون تأثر، هو نفسه يؤثر ولا يتأثر. هل أنتم فاهمون؟ طب هو في أسماء بيحصل فيها كده؟ في أسماء نفس اللي عملوا الفعل الحرف تعملوا فيه؟ نعم. كلمة صه،
صه نابت عن كلمة ايه؟ اسكت. ايوه اهو، يبقى صه اللي احنا قلنا عليها اسم فعل امر نابت عن اسكت، صح ولا لا؟ وفي نفس صه الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انت، صه يعني انت. الحمد لله اهديكم الله وصحبه لكم. يبقى صه رفعت الفاعل اللي هو ضمير مستتر وهي في نفس الوقت لم تتأثر، صح ولا لا؟ يبقى اقول صه اسم الفعل امر مبني على السكون. طب ليه مبني؟ لانه اشبه الحرف في النيابه. يعني في النيابه زي ما ليت نابت عن اتمنى، صه نابت عن مين؟ عن اسكت، صح ولا لا؟ ليت اثرت فيما بعدها ولم تتاثر هي، برضو صه اثرت فيما بعدها ولم تتاثر فيه. هذا معنى كلام ابن مالك وكنيابه عن الفعل بلا تاثر. هل فهمتم؟ اخر حاجه وكافتقار اصلا. ايه يعني افتقار؟ الافتقار يعني الاحتياج، فلان فقير يعني محتاج، صح ولا لا؟ فتجد مثلا لما اقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من، الكلام كده تم ولا لم يتم؟ يبقى عايزين اسم بعده. دايما الحرف يحتاج الى الاسم الذي بعده، صح ولا لا؟ اسرى بعبده ليلا من ايه؟ الى ايه؟ يبقى من محتاجه الى المسجد، والى محتاجه الى المسجد، صح ولا لا؟ ده افتقار، يعني الحرف مفتقر للاسم، محتاج للاسم، صح؟ او كذلك في عندنا اسماء محتاجه الى ما بعدها. اسمع مثلا لقول الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي، اسم موصول تام ولا لم يتم؟ يبقى يحتاج الى صله الموصول، صح ولا لا؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه، الذي اسم موصول، بس اسم موصول ده مبني على السكون. ليه مبني؟ لانه اشبه الحرف في الاحتياج، فهو يحتاج الى صله الموصول، الى صله الموصول، صح ولا لا؟ قد سمع الله قول التي تجادلك. هل يصح ان اقول قد سمع الله قول التي واسكت؟ يقول لك التي مين؟ ما عرفناهاش يا عم. يبقى لازم تاتي بصله الموصول. يبقى اسماء الموصوله مبنيه لانها اشبهت الحروف في الافتقار، سمعت ولا لا؟ وده يمكن تقريبا اصعب بيتين في فيما مر، لكن كل اللي جاي ان شاء الله سهل. قول ورا البيتين كده، والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. الآن يا أولادي نأتي ببعض التدريبات عشان نطبق على هذا الكلام ونرجع يعني بقية شرح الألفية إن شاء الله إلى يوم آخر بأمر الله. فنأتي مثلا بأي صورة، أحد معه مصحف شريف؟ المصحف يا أولادي عشان نقرأ، هات المصحف كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما شايف شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. اقرأ يا ابن، في حد بيعرف يقرأ كويس؟ يا واد أحمد فين؟ فين أحمد؟ ما جاش؟ طب خد خلاص المغرب؟ اقرأ يا ابني. سيقول الذين خد يا حبيبي اقرأ. اقرأ أي آية قدامك يلا. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. لحظة كده، سيقول، لا سيقول الذين إيه؟ أشركوا. أيوة، لو شاء الله ها ما أشركنا. أيوة، ولا آباؤنا. أيوة، ولا حرمنا من إيه؟ من شيء. إيه تاني؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل
عندكم من علم فتخرجوه لنا. انت تتبعون الى الظن. طبعا في الدرس السابق قسمنا الكلمة الى اسم وفعل وحرف، صح؟ احنا الان نريد ان نستخرج. انا اقول لك اي آية في المصحف درب نفسك عليه، كل درس تأخذه درب نفسك عليه. نريد الان ان نستخرج الافعال والاسماء والحروف ونبين العلامة، هذا هو المطلوب منك. فمثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول، يقول هذه، يقول هذه، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. يقول فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ طيب كيف عرفت انه مضارع؟ لانه يقبل لم، اقول لم يقل. هذا هو المطلوب منك الان، يعني كل درس درب نفسك على يعني ما فهمته. سيقول، طبعا ان شاء الله في الدرس القادم هنعرف هل هذا الفعل معرب ولا مبني، لان لم نشرحه بعد. سمعت ولا لا؟ فقط المطلوب يعني معرفة ما درس بس. الذين، هذا الاسم هل هو معرب ولا مبني؟ مبني. الذين مبني على ايه؟ يعني لا يصحش تقول الذون، صح ولا لا؟ ما سبب بنائه؟ لانه اشبه الحرف في الافتقار، مع الافتقار يعني ايه؟ الاحتياج. فالحرف محتاج الى الاسم الذي بعده. حضر محمد من بيته وذهب الى الجامعه، يبقى من حرف محتاج مفتقر يعني الى الاسم الذي بعده. فالاسم الموصول هنا محتاج الى صله الموصول. سيقول الذين اشركوا، دي يسمى صله الموصول، صح؟ فهنا يبقى اسم موصول مبني لانه اشبه الحرف في الافتقار. اشركوا، انتبه معي، اشرك اسم ولا فعل ولا حرف؟ طيب فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي. كيف عرفت انه ماضي؟ لانه يقبل ايه؟ تاء التانيس. اقول فلان اشركت، فهمت ولا لا؟ او يقبل تاء المتكلم او تاء المخاطب. اقول لئن اشركت ليحبطن عملك، صح ولا لا؟ طيب لو شاء الله، لو هذه حرف، صح ولا لا؟ كيف عرفت انها حرف؟ لانها لا تقبل علامات الاسماء ولا تقبل علامات الافعال، صح ولا لا؟ وكم علامه الاسم؟ الجر والتنوين والنداء وال والاسناد. قول ورا البيت، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند الاسم تمييز حصل. طيب كم علامه الفعل؟ بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي. هذه العلامات التسع لا يقبلها الحرف، صح ولا لا؟ عرفنا حرف. شاء الله، شاء اسم ولا فعل؟ ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ايه علامه الماضي؟ يقبل تاء الفاعل او تاء التانيث. الله لفظ الجلاله اسم، ايه العلامه الموجوده فيه؟ الاسناد ووجود الالف واللام، صح ولا لا؟ طيب ما اشركنا، ما دي حرف نفي، وما هذه لا تقبل كما قلنا اي علامه من علامات الاسماء. كلمه اشركنا، اشرك اسم ولا فعل ولا حرف؟ طيب الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي. كيف عرفنا انه ماضي؟ يقبل ايه؟ تاء التانيث او ايه؟ او تاء الايه؟ تاء الفاعل او طيب نا هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ كيف عرفت انه اسم؟ الاسناد. الاسناد يعني ايه؟ يعني الفعل اسند الى الفاعل. الفعل اسند الى ايه؟ هذه العلامه، وهذه انفع العلامات للاسم، انفع علامه للاسم. نا هذه معربه ولا مبنيه؟ مبنيه. طب لماذا بنيت؟ لانها اشبهت الحرف في الايه؟ في الوضع، يعني في الخلقه. نا وضعت على كم حرف؟ على حرفين. وفي حروف وضعت على كم؟ من وضعت على حرفين، وعن وضعت على حرف. هذا يسمى شبه وضعي، الذي قال عنه ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، فالتاء اسم ونا اسم. هل فهمتم يا ابدال؟ ولا حرمنا، مثل كلمة أشركنا، من شيء، شيء إيه العلامة اللي دلت على أنها اسم؟ أولا التنوين ودخول حرف الجر عليه، صح ولا لا؟
طيب، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل ديا حرف ولا اسم ولا فعل؟ ودي حرف استفهام. كيف عرفت أنها حرف؟ لأنها لا تقبل علامات إيه؟ الأسماء والأفعال. طيب قل من أي أنواع الأفعال؟ طيب كيف عرفت أنه أمر؟ ما علامة الأمر؟ الطلب وقبول نون التوكيد أو قبول إيه؟ ياء المخاطبة. أقول قولي. هل فهمتم؟ إن شاء الله المحاضرة القادمة هنبدأ فين؟ في المعرب والمبني من الأفعال، ثم ندخل على علامات الإعراب الأصلية والفرعية، ومنها إيه المثنى والأسماء الستة وجمع المذكر وجمع المؤنث. وده من إيه يعني من الدروس النحو المهمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.